السلام عليكم ورحمة الله. كانت الدولة العباسية ثالث خلافة في التاريخ وثاني السلالات الحاكمة الإسلامية بعد الخلافة الأموية، ونشأت الدولة العباسية بعد دعاية كبيرة استمرت أكثر من 30 سنة وضمت كل من عارض الأموي، كان شعارها الرضا من آل محمد عليه الصلاة والسلام. وأسس الدولة العباسية رجال من سلالة العباس بن عبد المطلب أصغر أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتمد العباسيون في تأسيس دولتهم على الفرس الناقمين على الأمويين، وده بعد استبعادهم من مناصب الدولة والمراكز الكبرى واحتفاظ العرب بها. وكذلك استمال العباسيون الشيعة للمساعدة على زعزعة كيان الدولة الأموية. نقل العباسيون عاصمة الدولة من دمشق للكوفة ثم الأنبار، وده قبل تشييد مدينة بغداد لتكون عاصمة ليهم، واللي ظهرت لمدة 300 سنة وأصبحت أكبر مدن العالم وأجملها وحاضرة العلوم والفنون. ونقل المعتصم عاصمة الدولة من بغداد إلى سامراء ثم أعيدت إلى بغداد بعد 40 سنة. انقسم تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين رئيسيين، وهما العصر العباسي الأول الذي امتد من تأسيس الدولة العباسية في عام 132 هجرية على يد أبي العباس عبد الله السفاح حتى عام 247 هجرية بعد مقتل الخليفة المتوكل على الله. الدولة العباسية كانت قوية جدا في هذا العصر، إلا أنه على الرغم من ذلك مات مجموعة من خلفائها قتلا. قد تميز العصر العباسي الأول بعدة ميزات، منها سيطرة الفرس على الجهاز الإداري والعسكري بشكل شبه كامل، وده اللي خلى العرب يبتعدوا عن العباسيين لتفضلهم الفرس عليهم، وأصبح نظام الدولة العباسية في الوقت ده مشابه لنظام حكم الفرس في فترة الساسان. وظهر هذا الميل تجاه الفرس لكونهم هم اللي ساعدوا العباسيين في تأسيس دولتهم. ميزة تاني في العصر العباسي الأول وهي ظهور الوزارة في الدولة، كان أول وزير فيها هو أبو سلمة الخلال، ده غير استحداث جهاز يتولى أعمال الكتابة وهو الكتاب بسبب كثرة الدواوين، إضافة إلى مساعدة الوزراء ورجال الدولة ولولا. وأهم خلفاء هذه المرحلة طبعا مؤسس الدولة وهو أبو العباس الذي استمر حكمه لخمس سنين، وأبو جعفر المنصور الذي استمر حكمه لواحد وعشرين سنة، وهارون الرشيد الذي استمر حكمه لثلاثة وعشرين سنة، وده هيكون لنا وقفة تاني معه. والمعتصم بالله واستمرت خلافته لأربعة وعشرين سنة، وختم العهد العباسي الأول بالمتوكل على الله واللي استمر حكمه لأربعتاشر سنة. أما العصر العباسي الثاني فكانت بدايته في الفترة التي أصبحت فيها الدولة العباسية في حالة من الفوضى، وتمكن القادة العسكريون في السيطرة على مؤسسة الحكم من الداخل، وده اللي أدى لظهور العديد من الدول في مدينة بغداد زي السلاجقة والبوهيين، بالإضافة لدول أخرى في المغرب العربي. وكان انتقال السلطة من خليفة الآخر بشكل عام يتم إما بالخلع أو القتل، ليصبح الحكم للأسف الشديد بالسيف دون الرأي والتنفيذ بالصوت دون الحكمة، وكان على الناس الخضوع سواء كان الحكم باطل أو حق. ومن هنا ظهرت أسباب ضعف الدولة واللي أدت في النهاية لانهيارها. نرجع من تاني علشان نتكلم على عهد هارون الرشيد واللي اهتم بالإصلاحات الداخلية، فبنى المساجد الكبيرة والقصور الفخمة، وفي عهده استعملت القناديل لأول مرة في إضاءة الطرقات والمساجد، وتطورت العلوم خصوصا الفيزياء الفلكية والتقنية، وابتكرت عدد من الاختراعات زي الساعة المائية. عرفت الدولة العباسية عصرها الذهبي في عهدي هارون الرشيد وابنه المأمون، ونشطت الحركة العلمية وازدهرت، وترجمت كتب العلوم الإغريقية والهندية للغة العربية، وعمل المسلمون على تطوير تلك العلوم وابتكروا عدة اختراعات مفيدة، وكمان ازدهرت الفلسفة الإسلامية واكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبرى زي المذهب الحنفي والمذهب المالكي والشافعي والحنبلي عند أهل السنة طبعا، والجعفرية والزيدية عند الشيعة. وبرزت الكثير من الأعمال الأدبية والفنية زي كتاب ألف ليلة وليلة وغيرها من الكتب. اعتنى هارون الرشيد كمان بالزراعة وبنى الجسور والأناطر الكبيرة وحفر الترع والجداول الموصلة بين الأنهار المختلفة، وأسس ديوان خاص للإشراف على تنفيذ الأعمال الإصلاحية. ومن أعماله أيضا تشجيع التبادل التجاري بين الولايات وحراسة طرق التجارة بين المدن. ونقل العلماء ان الرشيد حج تسع مرات وكان يصلي في اليوم 100 ركعة، واهتم كمان بالفتوحات وتوسيع رقعة الدولة خصوصا في القوقاز واسيا الوسطى والاناضول. وسجل عهده سنة 782 عندما كان وليا للعهد اخر محاولة عربية لفتح القسطنطينية التي استمرت عصية على الفتح حتى استطاع السلطان العثماني محمد الثاني فتحها سنة 1453 ميلادية. وتوفي هارون الرشيد سنة 809 في خراسان.
وأخذ البيعة ابنه الأمين وفقاً لوصية والده. وصل المسلمون في العهد العباسي فتوحاتهم حتى وصلوا للبوسفور، واستطاعوا فتح كشمير والملتان، وكمان وصلوا زحفهم حتى وصلوا صقلية وفتحوها، وفتحوا من بعدها إيطاليا. أما في أفريقيا فعلى الرغم من أن السودان والنوبة فتحها المسلمين، لكن النوبيين لم يستمروا في صلحهم مع المسلمين وخرقوا الصلح، لذلك أجبروهم الولاة على دفع الجزية. كما استطاع العباسيون فتح غانا، وانتقلوا لشمال آسيا ولشرق أوروبا حتى استطاعوا إدخال تركستان في الإسلام. يوجد عدد من العوامل والأسباب اللي كانت وراء سقوط الدولة العباسية وانتهاء فترة خلافتها للدولة الإسلامية، أهمها اعتماد الدولة العباسية على نظام جباية الضرائب لإحكام سيطرة الحكام الإقليميين العسكرية، وهذا أدى لسخط القبائل البدوية، وكذلك الفجوة بين الحكام والشعب بسبب ابتعاد الخلفاء عن مشاكل الناس وقلة وجود المال المحقق للاستقرار المالي، وتعيين الفرس والأعاجم في شغل المناصب، وده أدى بدوره لفجوة بين الشعوب والقيادات الإسلامية. ده طبعا غير انغماس المجتمع العباسي في الطرف، وللأسف أصبحت المادة طاغية فيه، وانزلق الناس نحو اللهو والفساد، وظهر الغناء عوضا عن الجهاد، وأصبح حب الدنيا هو الظاهر والطاغي. ده طبعا بالإضافة لانتشار الشعوبية وازدهارها، وهي حركة متعصبة تفضل العجم على العرب، وظهور الحركات الانفصالية وبروز دول داخل الدولة الإسلامية. وكانت نهاية الدولة العباسية على يد التتار في سنة 656 للهجرة، وده كان في زمن الخليفة العباسي المستعصم بالله، والذي قتل على يد هولاكو خان. السلام عليكم.